السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ عاملين ايه؟ معاكم مامت عمر. فيديو النهاردة ان شاء الله هنعمل حاجة خفيفة جدا وسهلة جدا. هنعمل توكة للشعر من خيط القطيفة. معانا ابرة مقاس 4.5 وخيط هيمالايا قطيفة. الخيط ده هو رفيع، مش سميك، تمام. ومعانا توكة استك اللي حضراتكم شايفينها دي، والحلقات دي لو متوفرة معاكي. انا الحلقات دي كانت عندي في توكة قديمة طلعتها وهستخدمها، او ممكن لو عايزة تشتريها ممكن تلاقيها متوفرة عند اي حباك، او ممكن نستغنى عنها خالص، تمام. ومعانا مقياس بالشكل ده، مزورة او متر اللي تستخدميه، وهنبدأ نشتغل التوكة بتاعتنا، تمام. قبل ما اشتغل هبدأ ادخل الحلقات بتاعتي دي في الخيط بالشكل ده، تمام. هدخلهم كلهم زي ما قلت لكم، لو الحلقات دي متوفرة ماشي، لو مش متوفرة التوكة برضو هيكون شكلها جميل، مش شرط حاجة ضروري. كده انا دخلت كل الحلقات اللي معايا داخل الخيط بالشكل ده، هبدأ اسحبهم لورا بالشكل ده، وهجيب بداية الخيط وهعمل عقدة في التوكة بالطريقة دي، وهبدأ اشتغل غرزة حشو اهو. هظبط كده الغرز كده. انا اشتغلت سلسلة، تمام. هبدأ اخد سلسلة، هدخل جوه التوكة الاستك بالشكل ده، وهشتغل غرزة حشو بعديها سلسلة، تمام. شغلنا كله عبارة عن غرزة حشو بالشكل ده، بعديها بشتغل سلسلة باخد الخيط، بداية الخيط معايا تحت الشغل بالشكل ده، بدخله معايا تحت الشغل، تمام. هشتغل كل شغلي بالطريقة دي، هلف على التوكة الأستك كلها غرزة حشو، بعديها باخد سلسلة، تمام يا بنات. هكمل شغلي لآخر التوكة بالشكل ده، غرزة حشو سلسلة، غرزة حشو سلسلة. تمام، بعد ما خلص شغلي كله اهو، اخر غرزة اهو، انا مليت كل اللي التوكة الاستك بتاعتي شغل بالشكل ده. هبدأ في اول فراغ عملته، هسحب الخيط بالشكل ده منزلقة بالطريقة دي، تمام. هنبدأ الخطوة الجاية نعمل ايه بقى؟ اللي شكل التوكة بتاعتي اللي هو الكيرلي بتاعي، ببدأ اسحب هو في جزء يا بنات، سوري، في جزء اتحذف معايا، بس انا هبدأ معاكم الغرزة من جديد، تمام. انا اول ما بقفل اهو بالشكل ده، تمام، ببدأ ان انا هبدأ اسحب بقى الحلقات بتاعتي، هجيبها كده معايا في الخيط وهبدأ اسحب كده اهو حلقة بالطريقة دي اهو، شايفين، وهسحب الخيط بتاعي، هسحب كده الحلقة. انا بعد ما بقفل بمنزلقة بسحب الخيط كده، ارفعه حتة وبدخل الحلقة بتاعتي بالشكل ده داخل الغرزة، وبسحب الخيط معايا بالمجوز بالشكل ده، بطول هقيس على المزورة بتاعتي 25 سنتي، تمام اهو. معايا الشكل كده اهو الخيط. هبدأ بقى الف بالابرة بتاعتي لفات عشوائية كده اهو،
لغاية ما الخيط كله أحسه فتلة واحدة، يعني هقعد ألف 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 عشوائي كده اهو لغاية ما الخيط معايا هيكون كأنه فتلة واحدة مش فتلتين. تمام. بعدها ايه؟ بدخل في الحلقة اللي بعدها اللي هو الفراغ اللي بين كل غرزة وغرزة، وهسحب منزلقة بالشكل ده. تمام كده قفلت اللي الغرزة بتاعتي الكيرلي بتاعي. تمام، وببدأ أسحب تاني بالشكل ده اهو، والف بنفس الطريقة لفات عشوائية كده اهو لغاية ما احس الخيط بتاعي بقى واحد، وابدأ اقفل في الغرزة اللي بعدها بالشكل ده بمنزلقة واسحب اهو حلق تاني اهو، برفع الخيط شوية كده اهو وابدأ اسحب الحلقة بالطريقة دي، وبسحب الخيط كده اهو واقيس 25 سنتي اهو، وببدأ ألف الخيط بشكل عشوائي بالشكل ده اهو. شايفين شكل الغرزة بيكون معايا ازاي؟ شكل التوكة اهو. تمام يا بنات، انا كده اهو عملت كام واحدة اهو. ايه لو حسيت ان الحلقات بتاعتي ايه اقل من الشغل بتاعي، فهبدأ في الوسط كده افوت واشتغل من غير حلقة اهو. سحبت الخيط وقست من غير ما اعمل ما دخل فيها حلقة بالشكل ده، وهقفل في الفراغ اللي بين غرزة وغرزة بمنزلقة بالشكل ده اهو. تمام اهو، كوب انتهى من غير حلقة، وهعمل واحدة كمان من غير حلقة بالشكل ده. وبكده يا بنات انا اشتغلت التوكة كلها بنفس الطريقة كيرلي كلها كده. هبدأ في الاخر غرزة بمنزلقة بالشكل ده، واشتغل سلسلة فوقيها، وهسحب الخيط كله بالطريقة دي، وهبدأ الخيط اللي سحبته هدخله في وسط الغرز بالشكل ده. تمام اهو، هبدأ الخيط اهو هلضمه في ابرة التشطيب، وهدخل بيه في وسط الغرز بالشكل ده، هدخله داخل الغرز بالطريقة دي اهو. تمام اهو كده، علشان ايه؟ اثبت الخيط ما يفكش معايا بعد كده اهو. يا بنات شايفين كده تكون ايه التوكة بتاعتي خلصت. زي ما احنا شفنا الطريقة سهلة جدا وشكلها جميل جدا وعملية، ممكن من بواقي خيوط تستخدميها، وزي ما قلنا لو الحلقات دي مش متوفرة هنستغنى عنها ونكمل الشغل على كده. لو عجبك الفيديو ما تنسينيش بلايك للفيديو واشتراك القناة لو ما كنتيش مشتركة معنا، وتفعيل زر الجرس واختيار الكل عشان يوصل لكم كل جديد. دمتم في حفظ الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.